مشاهدينا ومعنا عبر الهاتف من بغداد السيد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم للحديث عن هذا الموضوع. سيد عبد الخالق مساء الخير، إذن أهلا وسهلا بك معنا. بداية، أهمية هذه الخطوة وكيف استقبلتها الأوساط الرياضية داخل العراق؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناتكم الموقر. الأمس كنا ننتظر بفارق الصبر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع العذر عن الكرة العراقية، والحمد لله جاء القرار من رئيس الاتحاد الآسيوي من رئيس الاتحاد الدولي برفع العذر عن ملاعب أربيل وكربلاء والبصرة، وهذا اعتبره هو إنجاز كبير للكرة العراقية بعد معاناتنا منذ سنوات بعدم اللعب في أراضينا وأمام جماهيرنا الذي محب لكرة القدم. نعم. وبدورنا نشكر رئيس الاتحاد الدولي وأيضا الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لدوره الكبير في رفع العذر عن الكرة العراقية، وأيضا نشكر الدول الجوار خاصة السعودية بشخصها المستشار معالي تركي آل الشيخ، وأيضا الاتحاد الإماراتي والاتحاد القطري وسمو الأمير علي بن الحسين الذي لهم دور كبير برفع العذر عن الكرة العراقية. سيد عبد الخالق، بعد رفع الحظر هل من تسهيلات مبدئية تم طرحها من قبل الجهات الحكومية العراقية لتسهيل إقامة مباريات دولية؟ نعم طبعا، احنا صارنا منذ سنة احنا بدنا نلعب مباريات ودية وبتنظيم عالي، والحكومة العراقية مسهل جميع الأمور التنظيمية مع الاتحاد العراقي المتمثلة بوزارة الشباب والرياضة وأيضا اللجنة الأولمبية متعاونين مع اتحاد كرة القدم بإجراء المباريات على أرض العراق، وخاصة المباريات اللي لعبنا مع منتخبات الأردن والسعودية وكينيا وسوريا، وأيضا لدينا مباراة مع منتخب القطر الشقيق يوم 21 من هذا الشهر، وأيضا يوم 27 يكون مع منتخب سوريا. طيب، بالإضافة إلى المباريات اللي ذكرتها حضرتك سيد عبد الخالق، متى من المتوقع البدء بتفعيل القرار والبدء باستضافة مباريات ليست ودية مثل ما ذكرت حضرتك قبل قليل؟ أنا أي بطولات رسمية يكون من قبل الاتحاد الدولي أو الآسيوي تكون في العراق، سواء كان هو يبقى القرار لدى العراق، سواء كان لعبنا في أربيل أو في كربلاء أو في البصرة، القرار انتهى. ولكن قرار الأندية كأس الاتحاد الآسيوي بالنسبة للأندية العراقية تبقى قرار لدى الاتحاد الآسيوي إن شاء الله. خلال اليومين المقبلين سترسل الاتحاد الآسيوي بالموافقة على إجراء مباريات كأس الاتحاد الآسيوي في محافظة كربلاء. في مستهل حديثك سيد عبد الخالق ذكرت أن الأوساط الرياضية استقبلت هذا الخبر بحفاوة، ماذا عن الناس بشكل عام في الشارع العراقي، كيف استقبلت هذا الخبر؟ الأمس بعد قراءة القرار من قبل رئيس الاتحاد الدولي جميع الجماهير العراقية طلعوا إلى الشوارع بيحتفلون ب قرار الاتحاد الدولي برفع العذر عن الكرة العراقية. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر الهاتف من بغداد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.